هو في معاناة أكتر من كده. تعالى ناخد أبو يوسف، أب فقد ابنه 40 سنة ما يعرفش هو فين. يا هو في أصعب من كده؟ أعرف أب ابنه اختفى 3 أيام بيقول بس أعرف أنه مات واستريح، ولا اللي أنا فيه ده. أصعب مصيبة في الدنيا فقد الولد، موته، وأصعب منها أن ابنك يتوه وما تعرفش هو فين 40 سنة. وبعدين بدل ما واحد بقوا 2، هو يعقوب مخلف 12 ولد، 10 من أم الكبار و2 صغيرين، يوسف وأخوه بنيامين من أم تانية، والأم التانية ماتت. عرفت منين إن هي ماتت؟ عشان ملهاش ذكر في القصة، علشان في نهاية القصة ورفع أبويه على العرش، لو كانت عايشة كان قال ورفع والديه، لأن والديه يعني الأب والأم موجودين، أبويه يعني الأم مش موجودة إنما دي مرات أبوه. فطبيعي إن الأب يحب على الولدين الصغيرين الأيتام، فغل الولاد وحقده. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. لو مش كده وبس، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، بلاش نشوف شكل الدم، وألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب ده موت بالبطيء، بس عشان يريحوا ضميرهم حيرموه. أصل كلمة غيابة مش غيب، غيبوه عن الكون. شوف اختيار القرآن، مش غيبة، غيابة، يعني حتى ملهاش قرار هيطلع ازاي، ده انتوا بتموتوه بالبطيء. وكلمة الجب غير البئر، ما قالش غيابة البئر، لأن البئر المية العالية وانت قريب، إنما الجب البئر الغويطة اللي ملهاش قرار، شديدة الظلمة اللي فيها عقارب وتعابين، بيموتوه بالبطيء. وبعدين قلعوه دومه، عرفت منين قلعوه دومه؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. وبعدين لا مش كده بس، مش بس قلعوه هدومه، ده هم حطوه في صحراء ملهاش قرار، حتة بعيدة جدا. عرفت منين؟ دي صحراء مليانة وحوش وديبة. عرفت منين؟ لأن لما قالوا لأبوهم اسم المكان قال وأخاف أن يأكله الذئب، الحتة اللي انتوا رايحينها دي مليانة ديابة. وبعدين هو عنده 10 سنين بس، 10-12 سنة. عرفت منين؟ لأن لما جه القافلة اللي ضلت في الصحراء وجت تطلعه قال يا بشرى هذا غلام، غلام في اللغة العربية يعني من 10-12 سنة. ممكن تتخيل معاناة الأب؟ هذا الأب ما قدموش غير حاجة واحدة بس، يا يتجنن يا يسلم لله. عرفتوا التسليم؟ عرفتوا إيه علاقتها بالتسليم؟ طب ويوسف اللي عنده 12 سنة في بير، كان ممكن طول عمره يجيله كوابيس، كان ممكن يطلع شخصية معقدة، ده طلع شخصية رقيقة جدا. إزاي؟ أصله راضع تسليم من أبوه من يوم ما اتولد. علي يا ابني عيش بالتسليم عليه، مهما أصابتك الدنيا من أزمات، يا ناس اللي بتسمعوني التسليم هو أول خطوة. ممكن بقى أسألكوا سؤال؟ قولولي بقى إيه الأزمات اللي في حياتكم تشتكي؟ عايزنا نرد بجد؟ رد بجد. وفاة والدي، وفاة والدي، وآخر آخر أسبوع في حياته أنا كنتش موجود 3 أيام منهم. الله يرحمه يعيد ويكتبه من أهل الجنة. ما عندكش غير إنك تسلم، لا تملك إلا التسليم يعيد، وتدعي له. إيه الأزمات اللي في حياتكم؟ تيجي إيه جنب اللي أنا بحكي ده؟ ده كأن ربنا في سورة يوسف بيقول لك جمعوا لي كل أزماتكم في الدنيا وقولوا لي تيجي إيه جنب دي. أبوك مات راجل عظيم يعيد، ومات راجل الناس كلها بتشهد له أنه بطل من أبطال حرب أكتوبر، ومات وهو رفع راسه، ومات وهو بيحب ربنا، عايز إيه أحلى من كده؟ ومات ومخلف رجالة يقدروا يشقوا ويأكلوا من عرق بينهم، مش أطفال مش لاقين يعيشوا. مات لما أنت كبرت وبقيت راجل تقدر تقوم بيت، وحضر جوازك وأنا كنت قاعد جنبه يوم جوازك، وكأن ربنا حب يفرحه ابنه قبل ما يلقى الله. عايز إيه؟ قولولي إيه أزمتكم؟ قولولي كأن ربنا بيقول ها تفضل بقى، قولي بعد اللي أنا حكيته لك ده أنت مشكلتك فين؟ فين مشاكلكم؟ بتعيطوا ليه؟ مشاكلنا ولا حاجة، إحنا اللي مكبرين المعاناة، إحنا اللي مضخمين. مش حقيقة الألم، هو في ألم أكتر من اللي حصل لأبو يوسف واللي حصل ليوسف؟ واحد التسليم.